حاجة ممتعة يشيل برضه يغابوا عنها وجود الغباء وجود السكينة على 88 للهجرة أمر الوليد بن عبد الملك بهدم المسجد النبوي وتوسعته وإضافة حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزاد جبال بنت عائشة رضي الله عنها المبنية من البدن وبدا من الحجرات السود ولم يجعل لها أبدا ولا شيئا ولا يمكن لأحد الوصول إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنه ثم أمر بإقامة جدار آخر والجدار المخمس فيه خمسة أضلاع وبناه بالحجارة السود وجعل مؤخره مضلة لأن لا يصلى فيها ولا إليها وأمر أن يحرف عن يمين القبلة ولم يجعل له بابا ولا شباكا وهذا الجدار المخمس هو الذي عليه الستارة التي ترى من خلال الحائط الخير.